اتفضل. هو حضرتك منذ وصولنا إلى القاهرة حتى اليوم وفي وفد آخر معتصم الآن داخل مكتب رئيس الاتحاد أو رئيس اللجنة المؤقتة، أعتقد اللي قام بالتضامن معنا حتى اليوم حقيقي شباب ائتلاف الثورة، عنهم ومتزامن معانا أو متواجد معانا ليل نهار الأستاذ أحمد المصري والأستاذ حمدي، وإن شاء الله لقينا كل الدعم منهم وهم من يحملون مطالبنا إلى السادة المسؤولين. وبرضو الجدير بالذكر أن الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس اللجنة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج هو من قام أيضا بتضامن معنا، ولكن هناك كثير من الذين المفترض أن يحمون العمال حماية شرعية ولكن هم من يقفون ضدهم، وهي اللجنة المؤقتة التي تم اختيارها. أنا لغاية دلوقتي بسأل، أو العمال كلها مش أنا لوحدي، عمالي وعمال كل مصر بتسأل على أي معايير تم اختيار هذه اللجنة لكي تمثل العمال. الناس في اللجنة عمالين يهاجموا العمال ويقولوا لهم اشتغلوا مش هتاخدوا حاجة، وكأننا رجعنا إلى عصر النظام السابق وأكثر. تمام. اللي كمان تقدمنا بمذكرة للدكتور المحترم دكتور جودة عبد الخالق، ان شاء الله يعني اني انا وزملائي نتقدم له بالشكر اولا، ولكن نحن متفائلون بوجود هذا الرجل الذي قبل ان يجلس فوق كرسي التضامن اصر على ان تكون التضامن والعدالة الاجتماعية، فارجو ان تكون هناك بالفعل عدالة اجتماعية في مصر العربية. استاذ احمد، اتعرف عليك. احمد المصري من شباب الثورة. انت احكي لي بس نبذة سريعة كده من وجهة نظر شباب الثورة. اولا قبل ما اتكلم على شباب الثوره هتكلم على اخواتي اللي في الغزل المحله الكبرى، طبعا شركه كبيره جدا وبتضم عدد كبير جدا هائل من العمال الذين يعملون هناك، وتوقف هذا المصنع عن العمل يؤثر بالسلب على الدوله وعلى ممتلكات الدوله، ويؤثر بالسلب ايضا على الفوضى العارمه الموجوده هناك. فبنناشد كل المسؤولين بحل سريع وفوري، ولا هو ليس حل مطلب فوري ولكن مطلب جماعي وعام لكل احنا، ومطلب بسيط قوي ضمهم مالين واداريا، خلصت القصه والمصنع ينتج من تاني وبقى في تواصل. بالفعل تواصلنا مع اخواتنا في كل امورهم وفي كل حلهم مع المسؤولين والساده المسؤولين، ولقينا اقبال شديد جدا من كل الساده المسؤولين، وان شاء الله فتره بسيطه وتحل هذا الموقف. الوضع على الارض بقى هناك في المحله ايه الوضع بالظبط؟ وضع اعتصام والمصنع لم ينتج حتى فتله واحده بقاله كم يوم؟ اعتقد النهارده على اليوم العاشر. هل حد من المسؤولين وصل هناك؟ لم يتواصل اي احد، لان ذكر اخي وزميلي الاخ محمد العطار تواجد لهم بعض الساده من ضمنهم محافظ الغربيه ومين تاني على ما اعتقد؟ والحاكم العسكري والى اخره، ولم يحل بحل بات الى حد الان. وبالفعل توجهنا الى الحل السريع الى الدكتور جودة عبد الخالق، والنهارده في رئاسه الوزراء، وان شاء الله في ميعاد معاه باذن الله النهارده الساعه 6 باذن الله. شبكه الكريم بتشكركم وان شاء الله هتتابعكم بامر الله. لقطه صغيره بس لاخويا وصديقي الاستاذ حمدي. اتفضل. هو حضرتك احنا بنطالب بحاجه واحده، ان يتضم على المصانع اخواتهم، ده في مكان واحد، اداره واحده، رئيس مجلس اداره واحد، عداله اجتماعيه يبقى كلهم زي بعض، مرتبات واحده، حوافز واحده، اجازات واحده، بس عداله مش اكتر من كده. بينفذوش حاجه زي كده ليه؟ سؤال، ليه؟ هل في حد مستفيد من وراها ديت يعني؟ مبسوطين يعني معطلين الشغل 10 ايام؟ مين السبب فيها الخساره ديت؟ مش العمال بالطبع، لان ما ماخدينش حقوقهم. ابسط حق اني يتعامل هو وزميله في المصنع الثاني معامله واحده، يتعامل قانونيا واحده، بس في المرتبات لا. شكرا. شباب الثوره المفترض ينزلوا على ارض الواقع، كلنا الحمد لله في تواصل في امور كثيره جدا من حال البلاد، اما اللجان الرقابيه الثوريه لحل اي مشكله من مشاكل امور الفساد، بص مساس امن الدولة العليا وكيان الدولة، وده دورنا ودور اي مواطن شريف في مصر.
اللي هيدخلك السياسة أصلا. السياسة لعبة.